انا جعان وعايز اكل، هيا فين الحيوانات اللي هنا؟ اما اروح ادور عليهم وهقطعهم بسناني واحد واحد. اما راحوا فين؟ انا جعان جعان قوي. مفيش قدامنا حل غير اننا نجري بسرعة ونستخبى منه، ده اول ما يشوفنا هيقولنا هيخلص علينا. يلا بينا نجري بسرعة. انتوا هنا وانا عمال ادور عليكم، ده انا هخلص عليكم واحد واحد وهقطعكم بسناني. تعالى يا ارنب يا جميل يا مقطقط انت. انا لسه جعان برضو، الارنب اللي انا كلته ده صغير وما شبعنيش. اما اروح ادور على اي حاجه سمينه ومقلبظه. تعالي يا بقره يا حلوه يا مقلبظه انتي، تعالي انتي اللي هتشبعيني. هو ما يعرفش ان ملك الغابة لسه عايش ولا ايه؟ ده انا هخلص عليه، انا هقطعه بسناني. تعالى يا بابان اطلع وريني نفسك، بتتشطر على حيوانات الغابة الغلابة. اطلع، ده انا هقطعك بسناني. يلا وريني نفسك. انا مش جبان، انا بيتلك اهو. يلا وريني نفسك هتعمل لي ايه، انا مش خايف منك. وريني نفسك يلا. الحيوانات دي اغبية قوي اغبية قوي، مفكرين ان انا خلصت على النمر المتوحش علشان بحبهم. لا انا بحبهمش، انا خلصت على النمر المتوحش علشان كان هياكلهم كلهم، وانا لما جوع مش هلاقي حاجة اكلها، فكان لازم اخلص على النمر علشان الحيوانات دي كلها بتاعتي انا، ملكي انا، بالاكل بتاعي انا لوحدي.